الصباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون الأسكان، وزير الدولة لشؤون التنمية بالوكالة، معالي الأستاذ أحمد المليفي، وزير التربية، وزير التعليم العالي، الرئيس الأعلى للجامعة، الأستاذ الدكتور عبد اللطيف البدر، مدير جامعة الكويت، الدكتور عبد الرزاق النفيسي، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المحتفى بها الأستاذة الدكتورة موضي عبد العزيز محمود، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، أحييكم أجمل تحية من عند الله مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه ليشرفنا اليوم في هذه الاحتفالية التي تقيمها جامعة الكويت مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتكريم وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة السابق الأستاذة الدكتورة موضي عبد العزيز محمود. ويسعدنا أن نرحب بكم أطيب تحية وترتيب شاكرين ومقدرين حضوركم وتشريفكم لنا في هذا الحفل والذي يقام عرفانا وتقديرا لدور الأستاذة الدكتورة موضي عبد العزيز محمود ووفاء لدورها الكبير في دفع مسيرة التعليم والتنمية البشرية ودورها العلمي في نهضة وطننا الحديث. أيها الحفل الكريم، نتشرف الآن بدعوة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الأستاذ أحمد المليفي لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. ويتكن علينا المصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم جميعا، وأحب يعني فرصة إذا قالوا لي أتكلم الآن أني يعني أعتذر لكم عن التأخير لأن كان عندنا اجتماع آخر وتأخرنا بالاجتماع إلى أن انهينا المقابلات والملاحظة الثقافية، فاسمحوا لي على التأخير. حقيقة يعني الواحد في هذه المناسبات يشعر خاصة عندما تأتي الكلمة ارتجالية ويشعر بأن هذه الكلمة تخرج من قلبه، لأنه يعني بناء الإنسان وبناء الأمم لا يقوم على الحجر وإنما يقوم على العلاقات الإنسانية فيما بينه وبين بعضها. بناء الإنسان والقدرة على جعل هذا الإنسان يتفاعل مع الآخر قضية مهمة جدا، وقضية من الصعب خلقها إلا أن تكون هناك عوامل مهمة في بناء هذه الشخصية. وأنا أعتقد مثل هذه الاحتفالات والتكريم والوفاء للذين قدموا والذين سيقدمون جزء من بناء هذا المجتمع وجزء من قوة هذا المجتمع وجزء من الرسالة التي يقدمها للجيل القادم، بأن فعلا من يقدم لهذا الوطن فلن ينسى هذا الوطن، ليس فقط عندما يعني ينتقل إلى رحمة الله بعد عمر طويل إن شاء الله حق دكتورة، ولكن حتى وهو عايش بيننا يجد أن هناك وفاء وأن هناك تكريم وأن هناك حفاوة وأن هناك عرفان. وهذه الرسالة دائما يجب أن يبعثها كل جيل إلى الجيل الآخر. لذلك أنا أشكر كل من يعني جامعة الكويت والهيئة على مثل هذا الاحتفال، وسبق بنا احتفال آخر، وهذه الاحتفالات أنا أعتقد بأنه يعني مهمة جدا. وخلوني أقول لكم كلمة بحق الدكتورة. الدكتورة أنا يعني في شهادتي فيها مجروحة، يمكن أيام الانتخابات تذكرني الدكتورة أيام بيان المشرف، كانت الدكتورة ويا بناتها الحلوين يعني دائما من الناس اللي يشتغلون معانا في المقر الانتخابي والناس اللي بعيدين. وجمعتني الدكتورة أول ما دخلت المرأة جمعتني الدكتورة في بيتها مع مجموعة من النساء وكانت خير داعمي. اليوم الحقيقة وأنا أعمل في وزارة التربية أجد لمسات الدكتورة في كل مكان، وكل ما قلت هذه والله موضوع زين خلينا نضحك على الريطة الحين أيام الدكتورة، بس خلينا نكمل. لذلك يعني ما أقوم فيه من عمل أفكار، قاعد أبني على يعني شيء وضع أساسه من وزراء سابقين إلى الوزارة وصلت إلى الدكتورة موضي، والآن نحن نكمل المسيرة وسيأتي غيرنا يكمل المسيرة في مكان من أهم الأمكنة، وفي يعني أنا أعتقد ثقل وطني مهم جدا وهو التربية والتعليم بناء الإنسان. لأن في الأخير يعني بناء الجدران سهل جدا، ولكن من يحمي هذه الجدران ومن يعني يدافع عنها ومن يجملها هو استخدام الإنسان لها. لذلك أنا أعتقد مثل هذا الحفل وهذه الاحتفالات كما قلت في البداية هي رسالة وفاء وعرفان، ورسالة لكل من سيأتي في المستقبل بأن هذا الوطن وأبناء هذا الوطن لن ينسوه. وهذه الحقيقة أنا أعتقد
يعني خير وسام وخير ذكرى الانسان يتذكرها عندما يجد انه بعد ان ترك اللي حواليه، قد يكون احيانا الواحد في المنصب وكذا يجد من حواليه ناس كثير، لكن عندما يترك هذا المنصب سيبقى المخلصون وسيبقى الناس اللي فعلا تتذكر الايام الجميله وتتذكر العمل الجميل وتتذكر اللقاءات الجميله، وهذه هي الذكرى التي تحدث في الانسان اثرها البليغ في دفعه نحو مزيد من التقدم ومزيد من العطاء لهذا الوطن. وانا اعتقد الدكتوره الان قاعد تعطي مكان انا اعتقد لا يقل بل هو اكثر اهميه من عمل الوزاره، لان جزء كبير من عمل الوزاره اداري، لكن الان على مقاعد الدراسه، وانا جربت التدريس في فتره من الفترات، وهي مقاعد مقدسه تخرج من خلالها الاجيال القادمه لبناء هذا الوطن. شكرا مره اخرى لجامعه الكويت وللهيئه على مثل هذه الدعوه وهذه المناسبه، واتمنى للدكتوره حقيقه ان لا يعني لا تحرمنا من ارائها ولا تحرمنا من نصائحها، لا تحرمنا من افكارها، خاصه بعد هذه التجربه العميقه والتجربه الثريه اللي انا قاعد اتلمسها يوميا في وزاره التربيه وفي كل مكان. شكرا لكم مره اخرى، واتمنى للدكتوره كل التقدم. وبقول كلمه بعد ما ادري اخاف يزعل ابو احمد، اقول يعني بعد ما تركت الحكومه بس لازم يفرح، ها؟ بعد ما تركت رديتي ورده، ها؟ الظاهر العمل الاداري كان مرهق، انت ورده دائما لكن رديتي ورده. فاتمنى لك التوفيق وشكرا لك. نشكر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى الجامعي الأستاذ أحمد المليزي على كلمته الطيبة ومشتمل التعليم معالي سامية وكلمات جميلة يمكن بحق الدكتورة مضي محمود. الآن يشرفنا دعوة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد بدر لإلقاء كلمته بهذه المناسبة في الاتفاق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء وصباحي، الأخ الفاضل وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس أعلام الجامعة وأنس، الأخ الفاضل وزير الصحة، الأخ كنت ما أسمي إلا الهلال، فخلوني بأبو خالد تشكيل على لساني. أختي الفاضلة أم أحمد، الأخ الفاضل مدير الهيئة أخ الدكتور عبد الرزاق النفيسي، زملاء الأفاضل الأخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم وجودكم هنا يدل على من أم أحمد ومكان أم أحمد بالجامعة وبالتربية وبالتعليم العالي وفي الكويت كلها، لمساتها بكل محل ما شاء الله، بالتخطيط بالإسكان، حتى لما كانت بالجامعة أستاذة زميلة، نعمة الأمرأة للكويت بالتخطيط. وأنا من الناس ترى تقول بكل حريم الكويت. وأنا سعيد وأنا من أسعد الناس لما شفت حريم ينتخبون وموجودين في مجلس الأمة. دائما حريمنا قدامنا ومقدمين عليه، وان شاء الله التطور يصير بيدنا مع بيده وبيدنا معهم. انا عشت الدكتوره موضي من زمان، من يوم كانت عميده بكليه التجاره، والايام تركض، كانت في الثمانينات، و يا ما كنا في نقاش يعني كثير في لجان مختلفة، ومرت الأيام وبعدين اختفت للجامعة المفتوحة، ولكن أتذكرها بأواخر أيامها لما كانت نائبة مديرة الجامعة للتخطيط، كانت العون في تطوير مركز العلوم الطبية. أتذكر نقاشنا في ذاك اليوم لأشياء
كثيرة اللي نسويها والأرض تابعة لوزارة الصحة، وشلون راكب ورا البلدية شلون طلعها من وزارة الصحة، ولكن اليوم هلال معانا بس ما كان وزير وزارة الصحة، كان من الطرف الآخر. ولكن كانت لمساتها واضحة، انبنى الباركينج بقدرة قادر موجود حتى في ميزانية الجامعة في ذاك اليوم. الجوار يشهد على الدنتال سنتر، كان في ذاك اليوم سويناه كتمبرري بيلدينج بس بالداخل سيمي بيرمننت حتى نمشي على وزارة الصحة، والآن واقع موجود والكل يشهد بأن من أحسن الدنتال سنترز بالكويت. ويشكر عليه جواد، وأيضا تشكر عليه دكتورة موضي لأن هي وراء بناء ووجود الآن كسنتر جامعة الكويت. فالدكتورة موضي يعني كانت يعني لمساتها في أماكن كثيرة، حتى في جمعية أعضاء هيئة التدريس، فالآن ما في أي لك في الوقت الحاضر، وكيف كانت السبب إني أنا واقف حين أتكلم معاكم، يعني هذه قصة طويلة بعد بيني وبينها، ولكن أنا يعني من الناس من البداية يعني معجبين في أدائها كل شيء اللي يسويه. الآن الشاهد على ذلك، صحيح زوجها لا طرف بالمعادلة، ولكن انظر إلى عائلتها كلهم ما شاء الله، يعني عائلة يعني يجب أن تفتخرين فيها، كلهم يفتخرون فيها، وأنا أيضا كابن البلد أفتخر أن في عائلة مالتكم جزء من الوطن اللي أنا فيه. الآية هذه اليوم شفنا الولد مبروك على حفظته وعلى البنت الحلوة اللي شفناها، وما نتمنى لكم إلا الخير. وأيضا يا أم أحمد أنت الآن بنت الجامعة وبالجامعة، وحرصتي على أنك ترجعين بسرعة وتستلمين مقرراتك وتساهمينك بسرعة. أنا أحب الكل الآن يعني كلنا نقتدي بذلك، لأن الجامعة هيئة أكاديمية أمرها الآن توصل للصغر، وبالواقع لو تقارنها بكثير من الجامعات تلقاها بمستوى عالي، يجب الآن أن نعتقد فيها ونتكافل كفريق عشان نرفع إنشاء. وخلونا من الأشياء اللي بدي أول ما يجي الجامعة أشوف أول آخر إلا عدم التجانس مع بعض الأقسام بعض الكليات. ترى في النهاية يا جماعة كلنا كويتيين، كلنا أهل البلد، كلنا عائلة واحدة، كل واحد فينا اليوم هني باشمهم، ما يبقى إلا ذكرى الخير. فرجاء كلنا خلونا نركز على ذكرى الخير، والدكتورة موبي الآن ذكرها كلها خير، وآمل في يعني المناسبة هذه نكون كلنا الآن نقرر علشانها، إن كلنا نتبع بأن كلنا يترك ناخذها الجامعة والبلد، بأن الكل يذكرنا بالخير، والله بالخير عليكم جميعا ومشكورين و have a nice day. شكرا للدكتور مدير الجامعة على هذه الكلمة الطيبة الجميلة، يمكن بالفعل كلمات نابعة من القلب، والملاحظة بالفعل انها من القلب تصل الى القلب بسرعة. يمكن هذه الليلة الجميلة مليئة بالورود مثل ما وصفوا دكتورة موضي، وأيضا مثل ما قالوا هناك هلال وهناك قمر، في ابتسامة وفي محبة إن شاء الله يا رب يدوم دائما على أهل الكويت.
يسرنا ان يشاركنا حفلنا هذا الدكتور عبد الرزاق الفيسي مدير عام الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب بالاحتفال بهذه المناسبه الجميله فليتفضل لاطلاقه. أصحاب المعالي والسعادة السادة الدكتور أبو بلال والزملاء حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب فيكم في هذا الحفل المشترك بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعة الكويت، وأشكركم على قبولكم للدعوة لتكريم فتنة الفاضلة أبو الهول، ولكي نقول لها ألف شكر دكتورة ويعطيك ألف عافية على كل ما قدمتي للكويت ولتعليم الكويت، سواء تعليم العام أو تعليم العالي، على كل الجهود اللي قدمتيها خلال فترة توجيهك في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. ويكفي الحضور الكبير اليوم اللي شاركنا في هذا الاحتفال لكل الشكر على هذا على هذه الجهود. ترغوب يمكن معرفتي فيها ما هي من زمان، يمكن 10 سنوات عملنا مع بعض، ولكن لسوء الحظ كل ما عمل معها في فتره قصيره وينقطع العمل معها وبعدين يرجع مره ثانيه بعد سنوات ونعمل ايضا في مشروع او في عمل مشترك وايضا نشترك الى اخره. بدأنا مع بعض في 2002 في مجلس الاعلى للتخطيط، كنا مع بعض في فريق دراسه استراتيجيه التعليم والتدريب في الكويت، وكانت فتره قصيره ولكن تعلمت منها. كانت ايامها الدكتور كانت نائب مدير الجامعه التخطيط وايضا كانت عضو في مجلس الاعلى للتخطيط، ومنها كنا نتعلم الكثير والكثير دروس فيما يتعلق في كيف ندرس الوضع التربية ووضع التعليم والتعليم في الكويت. ثم مرت السنوات وتم تعيينها كوزيرة للتربية والتعليم العالي. وكنت وقتها خارج الكويت أعمل في منظمة اليونسكو كمندوب دائم لدولة الكويت، وبالتالي كان تعاوننا مع بعض ولكن عن بعد. المسافة كانت بيننا وبين الكويت طبعا شبابية مسافة بعيدة، ولكن التعاون والدعم اللي وجدته من الدكتور موضي خلال هذه الفترة كان كبير جدا، مساعد على ان نقوم باعمال شبه دولة الكويت وتبين دورها الخارج في هذه المنظمة المهمة. ويكفي انها كانت في معانا في المؤتمر العام لليونسكو 2009، وكان لها مشاركه فاعله في هذا المؤتمر، كان حضورها متميز وايضا ابرز دور المراه الكويتيه في المجال مجال التربيه ومجال التعليم. ثم صارت المسافه بعد ذلك لان حصلت على ثقتك، وانا اشكرك مره ثانيه ام احمد على الثقه اللي منحتني اياها بتعييني كمدير في مدير عام للهيئه. تعاملنا مع بعض او عملنا مع بعض عن قرب، ولكن ايضا للاسف فتره قصيره يعني 4 اشهر، ولكن انا اعتقد ايضا كانت 4 اشهر بالنسبه لي كانت فتره متميزه بالتعامل مع محمد. ايضا استفدت الكثير من خبرتك، استفدنا من البصمات والجهود اللي كنت فيها في الهيئه بدعمك للهيئه في الفتره هذه، ووجدت التعامل الرافي الانساني اللي تعاملتي مع الجميع سواء اعضاء التدريس والتدريب وعاملين واداريين وطلبه، بالاضافه لدعمك كل ما يتعلق في شؤون التعليم التطبيقي والتدريب، خاصه في قضايا التنميه، خطط التنميه، مشاريع التنميه الخاصه بالهيئه، المشاريع الانشائيه، وجودك وزياراتك الدائمه للمنشآت الجديده للهيئه ودعمك لهذا هذه المشاريع كان تعمل لها أكبر أثر إليه، وكان لها بصمة واضحة في أن نقوم باستمرار في هذه الأعمال، والحمد لله احنا صايرين في مشاريعنا بصورة متميزة في هذا المجال، وهذا كله راجع لدعمك وتفهمك لأهمية التعليم التطبيقي والتدريب ودور هذا النوع من التعليم.
باسم كل العاملين في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب بدون الشكر كل الشكر على كل ما قدمت لي التعليم في الكل وللتعليم التطبيقي والتدريب خاصه. واتمنى كل التوفيق والنجاح في حياتك العمليه الاكاديميه والاسريه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ان تستمري معنا في توجيهاتك ونصائحك وما نستغني عنها، وانا متاكد ان هنلتقي مع بعض في مناسبات وفي اجتماعات وحنستمع الى نصائحك وتوجيهاتك. يظل انت خبره طويله في هذا المجال وما نقدر نستغني عن كل ما تقدمينه من نصائح لنا. يظل احنا تفيدنا تماما بالنسبه لك، مع انه ما نبي نستقر نفسنا، ولكن انا اعترف اني انا تلميذ بالنسبه لك في كل ما تقدمينه من نصر التوجيه لنا. فمره ثانيه اتمنى اشكرك توفيق محمد، وان شاء الله نشوفك على خير ونشوفك ان شاء الله في احسن المراكز والتوفيق ان شاء الله. شكرا. أيها الحفل الكريم، لقد بذلت الدكتورة منى الخود من جهدها ووقتها وإخلاصها وخلاصة فكرها وتجربتها في الحياة، وعرضت مسيرة التربية والتعليم بالكويت بلا حدود كما سخرت كل قناتها لخدمة هذه المسيرة التعليمية بإخلاص. إن كلمات الشكر والثناء تعجز عما يجول في خواطرنا، وحسبنا في ذلك أنها ستظل معطاءة في حضن جامعة الكويت تواصل عطائها العلمي والتربوي. أيها الحفل الكريم، فلنرحب جميعا بكل الفخر والاعتزاز بالأستاذة المكرمة الدكتورة موضع عبد العزيز محمود، ولننظر جميعا إلى حديثها الكريم في هذه المناسبة بعيدا عن أروقة المجالس الرسمية، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخوة الوزراء، مع حفظ الألقاب، سعادة الأستاذ دكتور مدير الجامعة، دكتور مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، السادة أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، أستاذة الدكتورة الزميلة الفاضلة دكتورة معصومة مبارك، زملاء أعضاء الهيئة التدريسية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقكم القول بأن التعبير في هذه المواقف عادة ما يكون عصيا على المرء، وتكون المشاعر جياشة حاملة العلم والعرفان والشكر لأصدقاء وزملاء تضافرت جهودهم للارتقاء بمؤسساتهم التعليمية مهما كانت مواقعهم، محتفين بها بمؤسساتهم وبمن خدمها أو عمل معهم لرفعتها، فشكرا لكم أيها الأعزاء. الأخوة والأخوات، نقر جميعا بأن التحديات التي تقابل مؤسساتنا التعليمية العليا سواء الجامعة أو الهيئة هي تحديات كبيرة، كما أن سقف التطلعات من قبل قوى المجتمع لما يجب أن تحققه مؤسساتنا مرتفع إلى حد كبير، ولكن قبل معظمنا في هذه القاعة هذا التحدي وتحمل المسؤولية ورضي عن قناعة بحمل الأمانة، وهي أعظم أمانة شرفنا بها الله وشرفنا بها الوطن، متمثلة في صياغة مستقبل الوطن عن طريق تعليم أبنائه وإعدادهم لظروف اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد والصعوبة تتطلب طاقات بشرية مؤهلة تأهيلا مميزا. هذا يجب أن يذكرنا بأن المستقبل
يقتضي منا تغييرا لكثير من انماط سلوكنا وسياساتنا. وانا اقول هذه بمناسبه وجود السياسيين الان، اعتبرها الان الجامعه خارجه عن الموضوع، وخاصه السياسات الاقتصاديه والماليه ذات الكلفه العاليه. فان لم نفعل فسنحكم على مجتمعنا وانفسنا بتعاظم المازق وصعوبه المستقبل لابنائنا. لذا قد لا تكون دعواتنا الان مقبوله، اعرف انها قد لا تكون مقبوله، ولا ان تكون اراءنا مستحبه اذا توجهنا بالنصح والتحذير الى السلطتين التنفيذيه والتشريعيه، ولكنها مسؤوليتنا التي لن نتخلى عنها. وقدرنا حتى وان كانت سباحتنا ضد التيار الشعبي الهادر والداعي لمزيد من الانفاق، فيجب ان تكون كلمتنا واضحه وصوتنا عالي بان نحفظ بلدنا لابنائنا مستقبلا. حضورنا الكرام، قلي عن القول بان لي في هذه القاعه وفي خارج القاعه زملاء في كل محطه لي معهم ذكرى خاصه في الجامعه وكذلك في المواقع التعليميه الاخرى، ولنا في كل مرحله جهد متواضع للدفع للتغيير والتطوير في المسيره التعليميه. وبين هذه المحطات كانت لنا نجاحات نعتز بها، ولكن في نفس الوقت كان لنا اخفاقات كثيره المتنا، ولكنها دفعتنا في نفس الوقت لمراجعه النفس ومحاكمه الاداء لتخطيها، متحرين ما استطعنا الموضوعيه دون مهادنه أو تنازل عن ما نعتبره حق، دون مهادلة أو تنازل عن ما نعتبره حق. هادفينا المصلحة العامة، لأنها في رأيي وأجزم أنه رأيكم أيضا جميعكم بأنه لا تهاون في مجال التعليم والعلم ولا مهادنة في قضاياه واضحة، خاصة ما يتعلق منها بالجودة فهي المنتقى وهي المصدرة التي يجب أن لا يحيد أداءنا عنها. ولا شك ان الكلام يطول ويطول حول الذكريات والاعمال التي تزاملت بها مع العديد من الحضور، ولكن لا وقت الان لا ليس لي وليس لكم ان اعدد جميع هذه المحطات، فالمهم هي القضايا المستقبليه التي يجب التركيز عليها، فهي اولى بالعنايه من الذكريات. ايتها الزميلات، ايها الزملاء، في كلمه احرص على ترديدها دائما وهي ان نحمد الله أن هيأ لنا وطنا ننعم فيه بالحرية ونتنسم فيه بالديمقراطية وتجمعنا فيه روح الأخوة وإن اختلفنا حول العديد من القضايا، ولكن ليكن اختلافنا أو اتفاقنا خاصة المنتمين إلى دور العلم وحرم التعليم أن يكون نموذجا نبيلا يمثل قدوة لشباب الوطن ويؤكد حرصنا على سلامته. فلا شك أن المتواجدين في هذه القاعة هم القدوة سواء في أقوالهم أو في أفعالهم في قاعات الدرس وفي المنابر العامة وفي الوسائل الإعلامية، فليكن كل منا قدوة حسنة لأجيالنا القادمة. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه مصلحة هذا الوطن وخير أبنائه ورشاد قادته. أخيرا أيها الزميلات، أيها الزملاء، الشكر واجب لأناس كثيرين، فمنهم من هو متواجد معنا الليلة ومنهم من لم يسعفه الحضور. شكرا لمن عملوا معي وساعدوني في اداء المهمه في كل موقع، في وزاره التربيه، في وزاره التعليم العالي، في الجامعه، في الهيئه، في معهد الابحار، في مركز البرمجيات، في مركز البحوث التربويه، في مركز القياس والتقويم، في المعاهد الفنيه، في جميع المؤسسات حتى وان سنيت او نسيت احدها. شكرا لكلهم، شكرا لكل هؤلاء. وشكرا خاصا لزملاء الوزراء واعضاء مجلس الامه ممن ساندونا في قضايانا، احط ثلاث خطوط تحتها لمن ساندونا في قضايانا. شكرا مثل ما قلت لزملاء الوزراء لان كنا نختلف كثيرا ولكن في النهايه تجمعنا المصلحه. شكرا لمجلس الوزراء وامانته الذين كانوا يعملون بصمت. شكرا لسمو رئيس مجلس الوزراء على مساندته وكريم خلقه. وشكرا لعائلة الصقيرة وعلى رأسها العزيز بوحمد طبعا وأبنائي وبناتي. وشكرا لعائلة الكبيرة أبناء وطني الأعزاء الكويت وعلى رأسهم أمير البلاد حفظه الله ورعاه على ثقته القالية
ودعمه اللامحدود لي خاصة وللمرأة الكويتية على وجه عام. شكرا لوسائل الإعلام المرئي والمسموع، فقد كانوا مرآتنا العاكسة ونصيرنا في التواصل مع مجتمعنا. شكرا لمن تحمل عبء تنظيف هذه الأمسية الجميلة، وشكرا لمن زانها بحضوره. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم أخجلتموني بهذا الكرم وأسرتموني وعائلتي بهذه الكلمات الطيبة. كلمة أخيرة، الشكر خالص الشكر لبحمد ولأبنائي لأنهم دائما كانوا هم الدعم والسند حتى نتم هذه المسيرة. السلام عليكم. شكرا للأستاذة الدكتورة موزة عبد العزيز محمود، أنا نطقت عليه كلمتها بمشاعر ثقيلة. أستاذ الدكتورة موزي عبد العزيز محمود على ما طوت عليه كلمتها بمشاعر نبيلة وإحساس صادق يؤكد أنها معلمة وتربوية فاضلة وأيضا سياسية متميزة ووزيرة ناجحة حملت أمانة المنصب الوزاري بكل صدق وجدارة. وفوق هذا وذاك فهي إنسانة وزوجة وأم تؤدي بجدارة ما تطلبه هذا الدور. فشكرا، إحنا نقول شكرا 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 لشخصكم الكريم. الآن إذا كان للفضل أن يرجع لأهله فالفضل يرجع لذويه، ولا جزاء للإحسان إلا الإحسان. فنتشارك جميعا في تكريم الأستاذ الفاضل الدكتورة مضي محمود.